سمو الأمير، ضمن النصوص النثرية التي كتبتها باللغة العربية والتي سمعنا بعضها، قلت الصفو يحرر الشعر، المعاناة تستعبده. ما ترى سمو الأمير أن المعاناة قد تكون محرضا للإبداع؟ المعاناة محرضة للإبداع في حال أنه أنت جاوزتها بشكل أو بآخر. يعني عندما أقول أنه المعاناة تستعبد الشعر، عندما تكون في المعاناة فأنت تسخر شعرك لها المعاناة، ومن الخطأ الاستعباد بمعنى التسخير. أي نعم. يعني ما هو من الخطأ، أنا أعتقد أنه كيف تنتقل من تسخير شعرك للمعاناة إلى تسخير المعاناة للصفر. لشعرك فتصل للصفر. فأثناء المعاناة لا تستطيع أن تكتب إلا عن مرارتك، مثل أو عنا عنا عنا، ما بعدها هي مثل أعتقد أنه بإمكانك أنك تراها من بعيد. أما الصفو فهو رفيقك الطيب، يعني الحليو اللي تكون رايق، يعني لا يستعبدك ولا يناكفك مثل ما يقولون.